اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل في احسن الاحوال، دائما مع دوارة الاكاديميه اللي خاصه بالعطله يوم الثلاثاء ان شاء الله مساء من الوحده قد للربعه ونص. عندنا دوره خاصه بليتار تاع الحروف، هذو اللي حبوا يسجلوا بنوتاتهم. هي الدوره من 13 سنه فما فوق، لكن اللي حاسه بلي بنتها خفيفه وتقدر تتعلم مرحبا بها. اكيد يتعلموا جينواز المحلات، يتعلموا غاناش الشوكولا السوداء، عندكم غاناش شوكولا السوداء وغاناش شوكولا البيضاء، يتعلموا كيفاش يديكوري ويتعلموا كيفاش يديروا الاشكال هذو. اي حرف اي رقم دون كما نقولوا بلا مول، عادي طريقه خاصه هكذا باش يتعلموا بكل سهوله. السعر الدوره غير ب 100 فقط، يخدموا كامل مع المدربه يعاونوها، ومن بعد كل وحده تدي كما نقولوا قطعه يقسموا مع بعضهم وخلاص. مرحبا بكم، التسجيلات مازالت مفتوحه، ما بقاوش اماكن بزاف، بقاوكم غير يومين. الدوره يوم الثلاثاء ان شاء الله من الوحده حتى الربعه ونص. اي استفسار اي حاجه تواصلوا مع الارقام اللي هتفراي في الشاشه، واللي حابة تقرا المنشور التفصيلي باش حين يتعلموا تلقاوه في صندوق الوصف. بالنسبه اللي ما عندهاش، الناس اللي ما عندهاش يعني فيسبوك انستغرام، بالنسبه للدورات الاخرى عندنا دوره في الافرشه المكثفه تاع الدراوات يعني تاع الفراش، تنطلق قدوة مدتها 3 أيام، وعندنا دورة في العلم الآلي بدأت اليوم. المهم يعني الدورات راهي كاينة بقوة في الأكاديمية. مرحبا بي.